ما حكم استخدام وسائل شديدة وقوية لحمل المتهم على الاعتراف كأن يقام بضربه أو غير ذلك؟ وإذا لم يثبت عليه شيء بعد ذلك فما الحكم؟ هذا بحسب الأحوال والقرائن. إذا كان في قرائن تدل على قوة التهمة وكان في ضربه توصل إلى الحق والتهمة قوية فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب اليهودي الذي جحد المال، أمر عليا أن يضربه حتى أقر بالمال. إذا كانت عليه تهمة قوية وأبى أن يعترف فلا بأس بالضرب للحاجة في هذه الحالة. نعم.